استقالت وحداتنا العملية صبيحة هذا اليوم في حدود الساعة 11:06 صباحا على مستوى حي العثمانية مارافال عمارة رقم 1006 بلدية دائرة وهران. والتدخل كان من أجل حادث تمثل في تسمم لشخصين على إثر استنشاقهما لغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من سخان المياه، حيث خلف هذا الحادث وللأسف الشديد وفاة ضحيتين، الأول يبلغ من العمر حوالي 65 سنة والثاني يبلغ من العمر حوالي 47 سنة متوفيان في عين المكان. تم تحويل جثتيهما من قبل مصالحنا نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران الجامعي. إذن الحماية المدنية تدعو الإخوة المواطنين بضرورة التقيد بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل تفادي الوقوع في خطر القاتل الصامت من خلال ضمان التهوية اللازمة للبيوت مع تفادي استعمال طابونة في الاستحمام وفحص ومراقبة مختلف معدات وأجهزة التدفئة، بالإضافة إلى تنصيب قنوات لصرف الغازات المحترقة وضرورة تنصيب سخان المياه في أماكن بها تهوية على الشرفات أو خارج المنزل من أجل تفادي الوقوع في القاتل الصامت.